مع انتشار الفرق المستقلة في المسرح الحر بقى فيه احتياج كبير جدا لأماكن التدريبات والبروفات. إسلام وكرولوس ممثلي مصر قرروا ان هم يعملوا استوديو بس بشكل مختلف بيعالجوا فيه كل أخطاء الاستوديوهات اللي كانت قبلها. اشتغلوا بإيديهم في كل تفصيلة لحد ما بقى عندهم استوديو من أحسن استوديوهات وسط البلد. أنا عايز اشوف. قولي انت اكيد ملاحظ ان في الفترة الاخيرة فعلا زادت الفرق وان زاد اقبال الجمهور على المسرح، لكن دلوقتي لا، بقت الناس فعلا بقت تروح، بقينا نشوف مثلا دعايه على الانترنت. بصي، المسرح طول عمره ليه جمهور، تمام؟ فايا كان ايه الوقت الجمهور دايما موجود، ده بالنسبه للجمهور بتاع المسرح. بس بالنسبه بقى ان العروض كترت والفرق بقت اكتر، ده موضوع مختلف بقى. ليه؟ الناس من بعد استاذ اشرف عبد الباقي ما اشتغل على مسرح مصر، فالناس بي عندها فكر اكتر في ان هي تشتغل مسرح، مش عشان المسرح او هي بتحب المسرح او كده، لا، عشان هم شافوا أسقس وعلي ربيع. فبالتالي كان في ناس شغاله على حس كده بقى، كان في ناس عملت نفسها مخرجين، هم ما فهموش حاجه طبعا. عملت نفسها مخرجين، هم مش مخرجين مسرح، هي عملت نفسها مخرجين مسرح وبدات تجمع الناس دي بهدف ان هي تستفيد منها ماديا. فبدأنا نشوف ان في عدد كبير جدا بيشغل مسرح حر، وعدد كبير جدا من مخرجين وممثلين المسرح الحر، وعدد كبير جدا من العروض. الفكرة بقى في حاجة، الجمهور بتاع المسرح رايح عشان يتفرج على المسرح اللي كان بيتفرج عليه في الفترة اللي قبل اللي انا بتكلم معاكي فيه ده. فلما زالت الناس دي بتعمل طبعا عروض، مش عاوزين نتكلم على مستواها، بس طبعا مستواها قليل جدا، فبدأ الجمهور يلاحظ ان في حاجة غريبة. فما بقيناش نشوف جمهور المسرح اللي بيفهم مسرح غير عند ناس معينين. اما كل الفرق الجديدة بيبقى جمهورها عبارة عن اصدقائها واهليها واصدقاء اصدقائهم وكده يعني. فعشان كده الدنيا الفرق كترت قوي، والمسرح الحر بقى مليان فرق ومخرجين بسبب ان خلاص بقت سبوبة بالنسبة للمخرج، وبقي حلم بالنسبة للي رايح يمثل في الفريق الحر ده، بيحلم بالنسبة له ان هو يبقى زي أسقس، يبقى زي علي ربيع، يطلع في لمح البصر كده ويتشهر فجأة. فهو بقى شايف ان المسرح هو الطريقة اللي هتخليه يتشهر. واول ما بيلاقي مخرج بيقول له ده انا هعمل لك وهنعمل عرض وهنخرب وهنكسر الدنيا، اوريدي بيروح له عشان يبدأ يشتغل معاه. فدي الكارثة بقى، هو ده السبب في ان احنا نشوف كل العروض الكتير دي ونشوف كل الفرق الكتير دي ومفيش محتوى كويس بيتقدم للجمهور. لكن ازاي نقدم وعي؟ والله احنا نبدا بروحنا، يعني زي ما بقول لك، احنا زي لما جينا نفتح المكان استهدفنا بقى ازاي بيقدم الوعي. لما جينا نفتح المكان كان في دماغنا ان احنا نستهدف الطبقه اللي هي بتشتغل كويس، وفي نفس الوقت نقدم كل الخدمات اللي نقدر نقدمها ونقدم الوعي اللي احنا نقدر نقدمه. فكنا مشتركين مع كل الفرق في لو حد مثلا محتاج حد يمثل، بما ان احنا كنا شغالين في المجال فكنا بنرشح له ممثلين. لو حد جاي بقى جديد خالص ما يعرفش اي حاجه عن المجال وجاي مثلا عاوز يمثل، تمام، احنا عندنا هنا ورش وفي ناس معروفه جدا بتقدم الورش بتاعه التمثيل. ناس باسم المكان ولا ناس لا يعني بره؟ لا، ناس باسم المكان بتعمل ورش في المكان، تمام، عشان تطلع ناس كويسة وتطلع كادرات كويسة تشتغل في المجال. عندنا برضو فرق محترمة بتشتغل في المكان مش محتاجة ورش، فبالتالي الفرق دي بتشتغل على محتويات كويسة جدا. يعني بنرشح الناس اللي جاية عشان تشتغل مع الفرق دي لو كانت مش عاوز تشتغل فرش او كده. طيب قول لي بقى، من بدايه ما فتحت المكان انت قلت بقى لك حوالي خمس شهور. سوقت لنفسك ازاي؟ بصي، انا اول ما فتحت المكان قلت هعمل بيج بقى انا وكرولوس وكده، قلنا نعمل بيج
ونحط بقى عليها المكان ونبدأ نعمل الماركتنج العادي جدا، ونشوف حد بقى يسوق لنا والكلام ده. بدأنا نشتغل على ده بس عشان احنا ما عندناش خبرة فيه، فما طلعش بشكل كويس، لحد ما بدأت المكان يعني الفرق تعرف المكان عن طريق صحابنا، لان احنا اصلا كنا شغالين في المجال. في صحابنا كانوا بيجوا بيقولوا لصحابهم تمام، فبيجوا المكان. فلحد وقتنا هذا عايز اقول لك ان الفيسبوك او السوشيال ميديا او الكلام ده احنا عملنا عليها ماركتنج طبعا، بس الماركتنج بتاعتها ما جابت لناش ناس او ما جابتش فرق زي ما المردود او رد الفعل بتاع الناس اللي دخلت المكان واتبسطت هو اللي جاب لنا ناس. هي انا قريته يعني اصلا كل الماركتنج بتاعنا اعتمد لحد اللحظة اللي احنا فيها دي على المكان نفسه. ناس فريق جاي بيعمل بروفا دخل المكان عجبه جدا وبسط من المكان جدا، فخرج هو بالتالي يعرف مخرج واثنين وثلاثة واربعة، فقال لهم على المكان فجوم المكان وبسطوا جدا، ولحد وقتنا هذا الموضوع ماشي كده. انا مش بعمل اي ماركتنج واو مثلا، ولا جايب شركة فلانية تمسك لي الماركتنج بتاعي عشان اكون صريح معاكي ولا اي حاجة. انا كل الفكرة ان الناس جت اتبسطت فجابوا الناس صحابهم عشان يعني تقريبا ما عملتش مجهود. يعني تقريبا انا في الماركتنج ما عملتش مجهود، احنا كل المجهود اللي عملناه في المكان، احنا حاولنا نركز اكتر حاجة على المكان، ازاي المكان يكون مهيئ ومنظم وكويس للفرق اللي جاية تشتغل، علشان دي كانت اكتر حاجة شغل دماغنا. احنا مش عاملين المكان عشان يبقى سبوبة وخلاص، احنا عاملين المكان عشان يساعد الناس اللي بتشتغل. نشوف حاجة نعرف نشتغل فيها الشغل اللي احنا بنحبه، وفي نفس الوقت برضو نعرف نطور منها نعمل فيها شغل جديد او كده. فجات لنا فكرة الاستوديو، بما ان هي يعني اكتر حاجة احنا بنفهم فيها، اكتر حاجة نعرف نشتغل فيها نعرف نأدي فيها يعني. بس اشتغلنا بقى عملنا المكان بما يناسب الفرق اللي جواه، لان احنا برضو لفينا على اماكن كتير، يمكن يعني اغلب الاماكن ما كانتش مجهزه بالشكل اللي هو يريح الفرقه اللي موجوده. انتوا لفيتوا بحكم ان انتوا ممثلين، بحكم ان احنا كنا بنشتغل قبل كده يعني، فلفينا على اكتر من مكان. طبعا اخذنا منهم يعني الفكره ونظام الشغل وكده، بس بعد كده جه الديزاين والشغل اللي اتعمل في المكان اللي يريح الفرق ده كان يعني من عندنا احنا بس. فعملنا ديزاين واشتغلنا، شفت ايه ناقص بره وجيت عوضته عندك. على قد ما قدرنا برضه يعني، على قد ما قدرنا عملنا. يعني انت كان الموضوع كان من البدايه كان الفكره كده، ولا انت كنت عايزه بزنس؟ لا مش بزنس قوي. بس انا من كتر ما اشتغلت مسرح وما لقيتش
يعني مقابل، مش مقابل مادي، مش مقابل مادي ليا، مقابل مادي يشجعني اشتغل تاني. ما هو كل حاجه انت بتعمليها بتستني منها مقابل. كان في حافز كويس من الناس، كان في يعني طاقه كويسه بتخلينا نشتغل تاني، بس فين الامكانيه بقى انك تشتغل ده؟ يعني فين اللي يخليك تشتغلي عرض كمان وانت مش معاكي؟ تمام. فمن هنا جت لنا فكره ان احنا نشتغل حاجه احنا حابينها وهنعرف نعملها، وفي نفس الوقت بتدينا مقابل نعرف نطور منها، مش حاجه احنا بنشتغلها وفي الاخر ما نلاقيش مقابل غير مقابل تحفيزي بس، مش مقابل يخليكي ترجعي تشتغلي مره كمان. واصلا كنا عاملين المكان على اساس ان هو يبقى فيه ايفنتس، يعني مثلا كل اسبوع نعمل ايفنت، وده اللي ابتدينا بيه. احنا كنا في الاول نعمل يعني في اول شهر او اول شهرين عملنا نادي سينما، وبعد كده تاني اسبوع عملنا اوبن مايك، وبعد كده تالت اسبوع عملنا ورشه تمثيل لمده يوم واحد. انت بتجيب ناس يعني من بره، ولا انت بتعتمد انت واسلام على موهبتكم انتوا اللي تقدروا تدوا تدريبات ورش؟ بصي يعني على حسب الدنيا بتمشي ازاي. يعني في الاول احنا كنا بنعمل ده، يعني احنا مش عارفين مين ممكن يعمل ده دلوقتي. بعد كده لا خلاص انا عرفت، فبقى في ليدر مثلا هو اللي بيمسك الايفنت دي بيشتغل عليها. بعد كده برضو انا عرفت حد كمان، فكان في ليدر تاني هو اللي بيمسك الايفنت بيشتغل عليه، وهكذا يعني. ولسه مستمرين في كده ولا انت كنت دلوقتي؟ لا عشان ضغط الشغل بس وكده، لكن من بعد كده برضو احنا ناويين نكمل، لان يعني احنا مش في دماغنا المكان يبقى جست ناس بتيجي تشتغل بروفات فهيبقى شغل روتيني عادي، مش ده اللي كان في دماغنا اصلا يعني. بالمناسبه كمان عملنا برضو مهرجان اللي هو مهرجان بروفا الاول، ده اللي احنا كنا قائمين عليه. بالنسبة لأول مرة نعمل فيه مهرجان في المكان كان الحمد لله كويس، بس ناويين برضه نكمل ونطور من الفكرة وكده يعني. لا بس عايزة معلش أفهم، فاتحين تقريبا بقالكوا قد إيه؟ بقالنا من شهر ثلاثة. طيب فكرة إن أنت تعمل مهرجان دي مش صعبة شوية؟ صعبة جدا، وعملت لي إعاقة في الشغل درجة كبيرة جدا، علشان مفيش غير أنا وإسلام بس اللي شغالين في المكان، واصحابنا بييجوا بيساعدونا وبيدعمونا وكده. بس كان موضوع ان انا افكر في ايفنت او افكر في مهرجان وفي نفس الوقت افكر في الشغل كان صعب. فلما احنا كنا عاوزين الدنيا تبقى ماشيه مختلفه شويه عملنا موضوع المهرجان. كان لود علينا كبير، بس لقينا الحمد لله ناس تساعدنا وناس شجعتنا وكده، تحولوا لوحوش زومبي فعلا. تمام. وبعد كده لما ودوه المستشفى ماشي، كانت طبعا حالتهم مزريه جدا، والاغرب ان هم في الحاله دي كانوا بيطلبوا منهم ان هم يرجعوهم للاوضه تاني ويوفروا لهم الغاز. الجنود الاسرى كانوا بيتوسلوا ليهم ان هم يرجعوهم للاوضه تاني ويوفروا لهم الغاز. فهو عنده تولد عندهم شعور بالتلذذ بالالم الجسدي. فاهميني؟ التلذذ ثانيه، يعني هم دخلوا عشان يصلحوا المايكات مش عشان يشوفوا ايه اللي حصل؟ هم داخلين عشان يشوفوا اللي حصل، بس هم بيقولوا لهم ده مبرر بتاعهم. ليه يبقى ليهم مبرر اصلا طالما هم صاعين المصايب؟ انتشار الفرق الحره كتير طبعا. انت بعد ما جيت القاهره انت كمان بعد ما بقى عندك استوديو، فالفرق كترت، وكمان ابتدى الجمهور بتاع المسرح يرجع يخش مسرح. يعني ممكن الموضوع ده كان مثلا من قبل كام سنه ما كانش في حد يسمع ان في مسرحيه تعمل في مسرح كذا او مسرح كذا، كان ممكن مسرحيه تشوفها على التلفزيون بتاعة محمد صبحي، عادل امام، الحاجات القديمه. صح. لكن دلوقتي لا، الموضوع رجع تاني بقى، النت تخش تلاقي ايفنت مثلا لعرض كذا يوم كذا على مسرح كذا. طبعا اشرف عبد الباقي بقى يعمل، خليل جلالي، الناس دي كلها هي اللي رجعت. صح. فبجنب كل دوت بقى في فرق حره كتير قوي جدا. انت ايه بقى رايك في الموضوع ده؟ بصي، الفرق كترهم مش كويس، لان في ناس بتستغل ده، اللي هو في ناس هدفها الاول والاخير مش ان انا اقدم فن ولا ان انا اقدم رساله، لا انا هدفي الاول والاخير الشهره.
الشهرة. واكتر حاجه يمكن حركت ده السوشيال ميديا، اكتر حاجه ساعدت الناس دي على كده هي السوشيال ميديا، ان كل واحد بقى متاح ان هو يقول رايه بكل سهوله، بقى متاح ان هو يفرض كمان رايه بكل سهوله، بقى متاح ان هو ينتشر، فبقت الناس بتاخد من الجزئيه دي بقى وتنتشر. فكره ان انا يعني عملت عرض بهدف بس الشهره او الربح، طالما ان انا كواحد بيحب التمثيل ولو في بداياتي فهستنى اقل فرصه عشان خاطر اشترك فيها عشان خاطر ادخل فيها. فتعالي بقى، في ناس بتستغل ده، في ناس بتستغل الناس اللي زي كده. انا حد شفت واحد نفسه ان هو يمثل، نفسه ان هو يوصل لحاجه، فباخده بستغله وفي الاخر بقدم اي عرض وخلاص. تمام، فالفكره بقى ابتدت تنتشر، بقى هو نفسه يعني الشاب اللي ما كانش عارف حاجه ده بقى هو نفسه ممكن يعمل كده. بيقول لك لا انا كمان عايز، اشمعنى مثلا فلان بدا كده، طب انا كمان هبدا كده. بالظبط، بس المسرح بقى في ناس فعلا ما لهاش في المسرح، هي بس جست ان دي حاجه بتحقق لي رغبتي في الشهره، وحاجه بتحققني ماديا مكسب مادي. واحنا او الناس اللي بتشتغل مسرح من فتره عارفين الجمله دي كويس، ان المسرح ما بياكلش عيش. اللي بيقدم مسرح عارف كويس ان المسرح مش هو الوظيفه الاساسيه اللي ممكن تبقى في حياه اي بني ادم. لكن فكره بقى ان انا اجيب ناس وادي لهم ورش واخد منهم مبلغ وقدره علشان خاطر دي بقت شغله، يعني انا بقيت اشتغل مخي دي بقت وظيفه. بالظبط، انا وظيفتي كذا وانا بعمل كذا، ويا ريتني بعرف اعمل ده. يعني ناس كتير ما بتعرفش تقدم ده بالشكل اللي هو يوصلني لان انا امثل او ان انا اطور من الموهبه بتاعتي. يعني بس ايوه، انت هنا في المكان يعني شبه مانع الناس دي الى حد ما. يعني لما بعرف ان حاجه زي كده بتتعمل، او ان اللي بيقدم ده اللي بيعمل ده ما بيعملوش او بيعمله بطريقه غلط، لا طبعا ما ينفعش. يعني ما ينفعش ان هو يستعمل ده. حبا في المسرح ولا خوفا على مكانك؟ الاثنين، لان انا ببقى خايف على اللي هيجي يدفع فلوس على الفاضي ده لحد مش مؤهل اصلا ان هو يعلم حد، وفي نفس الوقت خوف على المكان علشان خاطر دي بتبقى طبعا سمعه مش كويسه.